اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. ايمن، كنت هتتكلم عن اهم نقاط القوه بعد ما كريم، اهم نقاط القوه اللي موجوده في نادي الزمالك بعد ما كريم قال من وجهه نظره اهم نقاط القوه. يعني انت معلش قبل ما تكمل، فيريرا بالنسبه لك هو اهم نقاط قوه لنادي الزمالك؟ طبعا. صح، بعيدا عن طرق اللعب نادي الزمالك ما رجعش في المنافسه في الدوري الا لما فيريرا وجهازه الفني جه. لو كان كارتيرون مكمل بنفس السيستم اللي مشي بيه، اللي كان يعني بيلعب بيه في الدور الاول، نادي الزمالك ما كانش، في وجهه نظري الشخصيه، ما كانش هيرجع للمنافسه في الدوري، ما كانش هيوصل لفاينل الكاس القديم، ولا كان هيقدم خالص الاداء الجيد. بصراحه اداء جيد واكثر من جيد احنا شايفينه مع نادي الزمالك مع فريرة في الفتره الاخيره. يعني هو بالنسبه زي يعني زي ما كريم استكمل لكلامه، كون ان برضه هو بيستغل نزيف نقاط النادي الاهلي ان هو ثابت ومش متاثرين بهذا الضغوط، هم التوفيق محالفهم زي ما احمد كده قال، في توفيق في المباريات اللي لعبوها لان هم ماشيين بالسيستم بتاعهم وما بيغيرهوش. غير طريقه اللعب في رقم، يعني بالنسبه لي كده واحنا بنبص على الارقام قبل ما نعرض الاحصائيات، ياكد كلام كريم في حاجه، فكره ان نادي الزمالك افضل الفترات اللي بيسجل فيها خلال الموسم دلوقتي هي النص ساعة الأخيرة من المباراة. دي أعلى خطيرة. فترة تهديفية لنادي الزمالك، ودي للمصادفة بعيداً عن المليون بدني 40-42 بدني. بقول ليه؟ بس دي كانت أهم يا كابتن إسلام. النادي الأهلي أكتر فترة جاب فيها أهداف في الدوري هي من الدقيقة 75 للدقيقة 90، بس ده استناداً برضو لأن أنت في بداية الدوري كان فرقتك واقفة على رجليها بدنياً وكنت بتقدر تكمل. لكن النادي الاهلي في فتره بيقع فيها ما بيسجلش فيها، اللي هي اقل فتره تهديفيه فيها اللي هي اخر ربع ساعه في الشوط الاول، وفي ربع ساعه زيهم كده في الشوط الثاني. هي دي من نقاط قوه نادي الزمالك، ان هو في الفترات دي هو بيقدر يسجل. هو حتى في المباراه بتاعه 2-1 لما رجع نادي الزمالك، رجع في المباراه تقريبا رجع في التوقيتات دي. صحيح. يعني فهي دي لازم النادي الاهلي طبعا اكيد ريكاردو سوارش هو بيحلل، عنده محلل اداء للمنافس ومحلل اداء اكيد هياخد باله من النقط دي، ان هو نعالج، لان مباراه نادي الزمالك الاخيره نادي الزمالك كان فعلا منكمش جدا. لو اي حد، انا كنت في الاستاد، الشكل العام في الملعب نادي الزمالك مش عايز يهاجم ولعبته خايفه تهاجم النادي الاهلي في الشوط الاول، لكن الشوط الثاني الامر تبدل لان الفرقه بعد تغييرات بدنيه عمر السعيد، تغييرات عمر السعيد فرقت خطيره عندهم، ولما بغير شويه بدل ما كان بيلعب بثلاثه فجاه لعب باربعه. وابتدى يضغط النادي الاهلي، والنادي الاهلي بدنيا ما كانش جيد فقدر ان هو يعود. فهي دي اهم نقطه عند الزمالك حاليا، ان فرقته واقفه على رجليه. فانت ازاي عشان خاطر توقع دي، لما نيجي نتكلم في حته نقاط الضعف وازاي نقدر نتصدى للفكره دي، فدي انا من وجهه نظري اهم نقطه بنتكلم فيها مع اي حد، ان الزمالك هو قادر يقف على رجليه من فرصه واحده، بيجيب الجون وبيقف على رجله. عنده محمد عواد، انا اسف يا كريم، التوفيق محالفه ان هو في الفترة ماشي دي كويس، ماشي كويس. ده في ماتش المحلة صادد كورتين كرباط من جوه الست ياردة، ما يتصدوش والله ما يتصد. يعني المحلة عامل قصدك ايه ما يتصدوش؟ لا لا لا، صعبين كورة، صعبين جدا، صعبين جدا جدا، كرباط من الست ياردة، كورة مش ممكن، كورة معاذ الحناوي دي صعبة جدا. برافو عليك. فالنهاردة بتتكلم المحلة لما يبقى ليه أربع فرص تهديفية مؤكدة ما يجيبش منهم ولا هدف، الزمالك من ثلاث فرص جاب الجونين بتوعه، فهنا فرقة واقفة على رجليها. فدي نقطة لازم ناخد بالنا منها. حاجه كمان لو ممكن نعرض الاحصائيه اللي هي احصائيه الاهلي والزمالك بشكل عام في الموسم، في رقم مهم جدا الكريم اتكلم عليه، فكره التمريرات، ان نادي الزمالك حاليا لان هو السكواد الحالي كاستحواذ هم ما بيلعبوش على فكره الاستحواذ. لما هنبص بقى احنا هنسيب اول ارقام، يعني الهجوم بتاع النادي الاهلي افضل 48-44، الفرق مش كبير، ولكن فرص النادي الاهلي اللي خلقها، لما نتكلم ان الاهداف المتوقعه النادي الاهلي 66 جاب 48، نادي الزمالك من 57 اللي عدد فرص خلقها لكن جايب 44 هدف. النادي الاهلي استقبل 20 هدف من اهداف متوقعه ان هو يستقبلها 31، نادي الزمالك استقبل 25 من 37. فالارقام الى حد ما قريبه، لكن فكره التمريرات، ان النادي الاهلي من 23 مباراه اقل مباراتين عن نادي الزمالك، دقة التمريرات قريبة، ولكن أعداد التمريرات عندي تتكلم في 12000 إجمالي، 12957 تمريرة النادي الأهلي عملها على مدار السيزون في 43 مباراة، نادي الزمالك عمل أقل منهم في 25 مباراة. أوكي. فالنهارده زي ما كريم كده بيقول، هم فرقة بتسيب يعني مش مهم عنده الاستحواذ، مش فارق الشكل، المهم النتيجة هعمل إيه، والمهم يخطف. ماتش سيراميكا وخطف الجونين وساب الكرة الثلاث أجوان، ساب الدنيا لسيراميكا. وعايز برضه أقول عنوان بس قبل ما تروح لأحمد وجيمي، نادي الزمالك بيفنش الماتش احسن ما بيبدا.
ايوه ما هو ده بدني، خلي بالك متدرج. ما هو ده الاداء اللي احنا بنتكلم فيه، او يعني لماذا نادي الزمالك بينهي المباراه بهذا الشكل؟ هو بدنيا لما نرجع بقى للسنه اللي فاتت ايه اللي حصل، ومين اللي طلع من دوري المجموعات؟ الزمالك طلع من دوري المجموعات. صحيح. الاهلي كمل، ادي خمس ست مباريات تقريبا يعني. نعم. فارق ما بين فارق مش فارق بدني فقط، ولكن هو فارق كمان ذهني. يا جماعه الذهن فرقه الزمالك كانت عادي بتريح، لان هم ما عندهمش ماتشات، فهم واخدين راحتهم في المباريات. ولما حتى اتكلموا، انا اسف يعني هخش في حته ثانيه، لما فتره قعدوا يتكلموا وصل الجدول ومش جدول، في الاخر رئيس نادي الزمالك نفسه السابق لما طلع اتكلم في التلفزيون قال ان كل ضغطه المباريات اللي اتحط فيها نادي الزمالك في الموسم الماضي مع كارتيرون كان حسب كلامه هو باتفاق مع اتحاد الكوره ان هم ما عندهمش مشكله يضغطوا عشان خاطر يسيبوا النادي الاهلي عنده مؤجلات كتير، فالنادي الاهلي يبقى الضغط عليه اكتر. فانا النهارده اهم نقطتين قوه عن نادي الزمالك زي ما بنتكلم، كان هو فريق واقف على رجله كويس، بيفنش بشكل جيد. ليه؟ لان عنده مخزون بدني افضل. ولكن لو هنتكلم عن نقاط فنيه، النقاط الفنيه قريبه جدا بشويه تركيز بشويه حاجات صغيره. ده احنا بنتكلم حاليا على نقاط القوه اللي موجوده في نادي الزمالك، وهنتكلم بعد كده عن نقاط الضعف ايضا اللي موجوده في نادي الزمالك. لكن خلينا بس يا احمد قبل ما اجي لك انت وجيمي ناخد اصدقائنا على الكاس يا اهلاويه. رامز الرامي الثابت بيقول الاهلي هيكسب مباراه كاس 3-1، معلول هيجيب هدفين، سجل عندك يا كابتن. حاضر هسجل. السلام عليكم كابتن اسلام، كل عام وانت بخير. الله يخليك. الاهلي اداره ولاعيبه وجهاز فني وجمهور كل محبين، من وجهه نظري سبب الاجهاد يا كابتن سببها عدم التدوير، كل جهاز جاي بيعتمد على مجموعه من اللاعبين. الاهلي هيكسب مباراه الكاس فرق هدفين. ماشي، وجهه نظر. طارق مصطفى بيقول راي الساده المحللين في اداء الفريق الفتره الاخيره وكيفيه التغلب على الارهاق هنقوله يا طارق في الجزء القادم في الحلقة. محمد النادي بيقول الكاس أهلوية. رو بيقول احنا واثقين فيكم وان شاء الله الكاس أهلوية. مهم جدا ان احنا نكتب، حضراتكم تكتبوا على الهاشتاج ده، لانه صدقوني كل لعيبة الاهلي بتنتظر انتوا بتعملوا ايه بتقولوا ايه. صدقوني محمد عبد الفتاح للعيب النادي الاهلي الكبار وليد سليمان الشناوي السلية معلول ازرعوا في اللعيبة الروح اللي افتقدها عدد من اللاعبين. نعرف مدى الارهاق والاجهاد ولكن نعرف مدى الارهاق والاجهاد ولكن ده قدركم انتوا بتلعبوا في النادي الاهلي. ده محمد عبد الفتاح. وائل بيقول كلنا ورا فريقنا وهم لاعيبه كبار ودايما بيبقوا رجاله في المواقف الصعبه. مظبوط. محمد بيقول الزمالك قدام المحله وسيراميكا اتهاجم كتير، ده الكلام اللي كان بيقوله كريم. السيد بيقول الكاس اهلاوي باذن الله. وليد العشري بيقول سؤال للساده المحللين، هي انسب طريقه لعب للاهلي مع السكواد المتاح حاليا وازاي تواجه بيها 3-4-3؟ هنقول بس يعني مش هنقول احنا طريقه، يعني هنتكلم عن الزمالك اكتر يعني. دون عمر واللي بيقول عايزين معلول يلبس شاره الكابتن في الماتش اللي جاي. والله فكره جيده ولكن ما اعرفش يعني دي حاجه تخص الشناوي اعتقد او كابتن فريق النادي الاهلي هو اللي من حقه يقرر مثل هذا الامر. ممكن تكون يا دون عمر رسالتك وصلت. محمد هشام جمهوركم واثق فيكم، عايزين 11 راجل في الملعب. هي دي الحاجات اللي بتخلي الواحد من جواه كده قاعد عايز العب، عايز البس شورت وانزل بصراحه. يعني يوم ما بطل اشجع هكون ميت اكيد، بالدم بالروح الكاس مش هيروح. تمام. محمد صبري كاس اهلاويه، كل اللي هيشجع النادي الاهلي على سطر ويسيب سطر يبعد عننا، واللي عنده شك في الكاس هتكون في الجزيره يفارقنا. الاهلي شريان الحياه. الكلام ده مش اسلام اللي بيقوله، الكلام ده مكتوب على هاشتاج الكاس اهلاويه. بنت الكيان ايوشا تقول باذن الله هتكون حلقه ممتعه. طبعا ان شاء الله هنكسب باذن الله الزمالك في المتناول، فرقه مش صعبه اغلبها. لا يعني معلش برضو يا ابو حميد، لا فريق الزمالك يعني هما دايما بيحاولوا، او بعض المحللين الزملكاويه بيحاولوا يوصلوا لك النقطه دي ان يعني الفرقه واقعه. الكلام ده مش صحيح. فريق الزمالك فريق جيد زي ما كريم قال وايمن قال، انه فارق المباريات ما بين الاهلي والزمالك اللي لعبها النادي الاهلي ولعيبه نادي الزمالك لعبوها فارق كبير. خلينا في المحليه بس، مش هتكلم على الدوليه كمان، لكن في المحليه فارق كبير، محليه والافريقيه يعني. محمد سليم بيقول على الحلوه والمره معاه. طارق بيقول يا كابتن اسلام لعيبه الاهلي رجاله وعلى قد المسؤوليه. دكتور الشافعي بيقول ايه الحل مع عبد القادر وصلاح محسن
الحل ان هم يبقوا موجودين لو المدرب شايف من وجهه نظره ان هم يكونوا موجودين. انا من وجهه نظري الدنيا المباراه قدام الزمالك هتحتاج شغل نفسي مهم قوي الكلام ده. ده كارتر 60% وفني بنسبه 40%. مليون في المية كومنت صحيح. لاعبتنا حطوا في بالهم ان دي المباراه الاخيره ليهم في لا يعني موضوع الاهلي فرحنا كتير ارفعوا رؤوسكم يا اهلاويه على الحلوه والمره معاه معلول الغالي عندنا ده مسعد احمد. ابعتوا لنا يا جماعه على الكاس مش اهلاويه. انا عارف انتوا بتبعتوا لنا دلوقتي كتير لكن ترشيح اللاعبين اللي المفروض يلعبوا يعني ماشي يا ابو حميد. برضو خلينا نتكلم او هنفضل نتكلم عن اهم نقاط القوه اللي موجوده في الزمالك. كريم بيقول فيريرا كمدير فني اللياقه البدنيه اللي بتخليهم يقدروا يكملوا لغايه الدقائق الاخيره. ايمن تقريبا بيقول نفس الشكل. هل هناك جديد؟ الضربات الركنيه واحده من اهم الاسلحه الموجوده في الفتره الاخيره نادي الزمالك خلصوا بيها ماتشين. يمكن احنا اتكلمنا قبل كده هنا في البرنامج ان هم دايما بيلعبوها على قوس عند علامه منطقه الجزاء كده عند علامه ضربه المرمى دايما. احمد سيد زيزو هو يعتبر افضل لاعب في الموسم السنه دي في الدوري المحلي. يمكن هو اكتر لاعب مسجل اهداف مسجل 12 هدف عامل اكتر لاعب كمان عامل اسيستات عامل 9 اسيست وده بفضل قوه عرضياته. بشوف ان هو يعني اخطر مفتاح لعب عند الزمالك العرضيات بتاعه احمد سيد زيزو واحد من احسن الناس اللي بتعرف ترفع في مصر بصراحه. مظبوط في ماتش المحله مظبوط في ماتش المحله نادي الزمالك عمل كروسز 22 كروس شكر عرضيه. هم بيعتمدوا على العرضيات دي. زيزو من ال 22 كروس دول عمل 9 صح؟ تسعة. اللي بعديه اللاعب اللي بعديه المسلوسي عمل 5 الباك اللي المفروض يلعب 5 باك هو المفروض اللي يعمل العرضيات. هتلاقي كده الكلام نصهم ضربات ثابته لان هو مفتاح اللعب من الضربات الثابته والركنيه. هم بيعملوا هم اسلوبهم تحول زي ما انتوا قلتوا لاسلوب دفاعي تنظيم دفاعي ممتاز بال 3 4 3 وبتتحول ل 5 4 1 نفس المباراه اللي فاتت. هيقفل لك المساحات هيلعب في وسط ملعبه هيعتمد على الهجمه المرتده صحيح. وبيلعب على التفاصيل الصغيره. ميزه الزمالك مع فريرا ان هو بيجيد اللعب على التفاصيل الصغيره اللي هي ضربه ركنيه اعتمد على اشرف بن شرقي يتحرك في المساحه في ظهر الباك رايت ده بس ده يعني ده المميزات عندهم. بس زيزو تحديدا عنده رقم كمان مميز ان هو اكتر لاعب في الدوري صانع فرص عامل 64 فرصه. انا يعني من غير ما احسبها كده انا متاكد ان 50 منهم 50 عرضيه لان هو لعيب ممتاز جدا في العرضيات. فلازم نخلي بالنا في من الضربات الركنيه سواء بقى هنستخدم طريقه الزون مع المان في نفس الوقت او حتى يبقى في زون عند المنطقه اللي دايما بيتلعب عندها الضربات الركنيه. بشوف برضو ان تالق عواد فارق معاهم قوي في الفتره الاخيره. عواد بيمر بافضل فتراته تقريبا عمري ما شفته بالمستوى ده بصراحه في الفتره الاخيره. كمان بيتصدر ركلات جزاء يعني بيمر بسرعه رد فعل عاليه. بشوف الاطراف عند نادي الزمالك ممتازه سواء احمد اللي هو سيد نيمار اللعيب الشاب ده لعيب كويس قوي صاعد بشكل كويس جدا واحمد سيد زيزو واشرف بن شرقي. دايما احمد سيد زيزو بيبقى فاتح ناحيه اليمين واشرف بن شرقي بيتحرك في المساحه اللي في ظهر الباك رايت. فبشوف ان الطرفين عندهم اجنحه كويسه مديهم شراسه هجوميه وده مساعدهم في الهجمه المرتده. عشان كده فريرا لما طارق حامد مشى قلب وسط الملعب فضى فما بقاش عنده غير رؤى وامام عاشور فبدا يحول طريقه اللعب ال 5 4 1 ليه؟ لقوه الاجنحه. الزمالك قوته في اجنحته زيزو وبن شرقي الاثنين ممتازين والاثنين عاملين موسم كويس جدا وبن شرقي كمان لسه مسجل ولسه مكسبهم من المباراه اللي فاتت مسجل الهدف الثاني فبيمر بحاله كويسه جدا. زي برده ما انتوا قلتوا التغييرات عنده بقى بيقسم الماتش بشكل كويس قوي فريرا بيعرف حتى في المباراه اللي احنا تعادلنا فيها 2-2 قدر ان هو يطلع عمر السعيد وينزل شيكابالا كراس حربه وبعدين راح مطلع بعد ما بدا يتقدم وبقت 2-1 راح منزل حسام عبد المجيد وحول طريقه اللعب تاني الخمسه رجع يامن رحنا احنا رجعنا. فبيغير فيريرا ميستو ان هو بيغير طريقه اللعب اكتر من مره في الماتش. فانت انا شايف برضو ان رغم نقاط القوه الموجوده دي النادي الاهلي لو كويس مفيش حد في مصر ولا في افريقيا يقدر ياخد. ده هنتكلم فيه في الجزء الثاني. احنا خلينا برضو معلش الناس قد يعني ترى ان احنا بنتكلم عن نقاط القوه في الزمالك لكن احنا بنتكلم عن نقاط القوه داخل نادي الزمالك فلازم يبقى الكلام كده. احنا يعني نوعا ما مش عايزين نكشف اوراق الاهلي من الاخر بالظبط يعني. كده بس طيب لانه من الممكن جدا ان احنا نرى عفوا ان احنا نرى مفاجآت كثيرة. إيه اللي ممكن يحصل؟ ما حدش عارف. أنا أعرف حاجة ما أعرفش حاجة. قال كريم ما حدش عارف حاجة. فإحنا
ننتظر ايه اللي هيحصل يوم الخميس القادم. ولكن احنا بنتكلم عن الزمالك واهم نقاط القوه اللي موجوده في نادي الزمالك يا جيمي فيما نراه خلال الفتره السابقه. طيب خلينا اربط بقى الكلام، طبعا الشباب قالوا معظم النقاط، خلينا اربط الكلام شويه ببعضه. يعني لما تيجي تتكلم ايه عامل الربط ما بين كل النقاط دي باستثناء الكرات الثابته، هنتكلم على الكرات الثابته تفصيليا ومعانا حالات جايبين للكرات الثابته بتاع طريقه قوه الزمالك في الكرات الثابته ازاي. أيوه. لكن الباقي كله العامل الاساسي والرابط ما بين تنفيذ كل ده هو العامل البدني. لما اجي اتكلم على الكاونترز او التحولات والقدره البدنيه والفعاليه بتاعه الاطراف بتاعه نادي الزمالك والاثنين اللي على اليمين وعلى الشمال سواء احمد سيد زيزو او اشرف بن شرقي، الفعاليه دي جايه من الجاهزيه البدنيه. اللعيب بيوصل لحد الدقيقه 90 وهو واقف على رجله، عدد مباريات اقل، بالتالي عمل لي مخزون بدني اكبر، قادر ان انا انفذ كل افكار المدرب. ليه الزمالك بيشتغل على الاطراف؟ لان الراجل حول الطريقه ل 3-4-3. طريقه 3-4-3 مش طريقه دوميننت، يعني مش طريقه انا بعملها علشان اسيطر على وسط الملعب. نعم. انا بعملها عشان العب لعب مباشر. يعني ايه لعب مباشر؟ انا بحاول اوصل للمرمى باقل الطرق، باقل عدد من اللمسات. ده مشابه لطريق كارتيرون، لكن كارتيرون كان بيعملها بال4-2-3-1. انما فيريرا عالج من ناحيه العيوب اللي عند الزمالك في الخط الخلفي بال3-4-3. يمكن كنا بنتكلم على محمود حمدي الونش، هنتكلم على المشاكل اللي موجوده في وقت لاحق في الحلقه، لكن ال3-4-3 دارت بعض العيوب. ال3-4-3 حولت طريقه فيريرا اكتر لطريقه اللعب المباشر على الاطراف الكرات الثابته، وبالتالي ده اهم ما يملكه. طبعا هو ليه حول الطريقه لكده؟ لان هو عشان نظري يعظم من الكواليتي اللي موجود عنده في الخط الامامي. مش عظم، هو ده الكواليتي اللي موجود عنده. لا يستفيد منه، عايز يستفيد منه احسن، يعني يعني يستفيد منه اكتر طبعا من خلال زيزو ومن خلال بن شرقي. نروح للنقطه الثانيه وهي نقطه الكرات الثابته. يمكن التكتيك بتاع الكرات الثابته في العالم هو مجموعه من الافكار. في مدربين بيلجأوا لطريقه الاوفرلود، يعني بحط مجموعه من اللاعبين في مساحه صغيره وبعدين يبتدوا يتحركوا. لا، فرقه الزمالك الطريقه ثابته، التحركات ثابته، باللعيبه ثابته، ومع ذلك بيسجلوا منها. ودي نقطه قوه بالمناسبه. طبعا. نقطه لما نيجي نتكلم هي نقطه قوه، فيها مشكله، لكن هي على عواهنها هي نقطه قوه. ان انا بحط 4 لعيبه، هو بيشتغل 3-1، يعني في 3 لعيبه بيبقوا قريبين كلهم قاطعين من اول نقطه البنالتي لاتجاه الكوره لو الكوره من ناحيه الشمال او العكس لو من ناحيه اليمين، وفي لعيب قاطع دايما على البعيده اللي هو اللعيب الطويل، اللي هو ايا كان مين اللعيب اللي هيبقى موجود، بيكون اللعيب اللي هو حسام عبد المجيد في حاله حسام عبد المجيد لو هو اللي موجود، او محمود علاء لو كان موجود قبل ما يتم اصابه محمود علاء ويعتمد بعد كده على حسام عبد المجيد. فوجود الثلاثه دايما، وبحط اللعيب الطويل على العكسيه او على البعيده انها تترد عشان حتى لو عدت ترجع لهم تاني تنوع. وده اللي بيديني حلول. واحمد سيد زيزو بيعمل الكروسز، يعني احنا معانا الحالات لما نيجي نتكلم على الكرات الثابته في ماتش المحله هتقول الحالات. احمد سيد زيزو عمل 4 ضربات ركنيه ورا بعض في فاصل 11 دقيقه. الثلاثه الاولانيين ما راحوش في حته. ليه؟ كانوا بيتحطوا على البعيده، الاولى الثانيه الثالثه الرابعه اتسجلت، لانه غير بعد ما حط 3 على البعيده راح حطت الرابعه القريبه داخل خدها اشرف بن شرقي. فده بيديك تنوع لما يبقى عندك حلول وانت مسست من اللعبه ومتفق على طريقه معينه تقدر تتحرك من خلالها، وطريقه التحرك بتاع المجموعه سواء على الكرات القريبه دي الكور. 4 لعيبه دايما اللعيب الطويل. نشوف مين اخر لعيب، معلش نرجع الكادر اللي فات، مين اخر لعيبه يا كابتن في على البعيده؟ حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد لو الكادر من الناحيه الثانيه هتلاقي حسام هو اللي ناحيه الشمال، ودي اللي حصلت في ماتش المولي. ايوه مظبوط. فهو هم عندهم حلول حتى في الكرات الثابته متمرنين عليها، وده خلى اللعيبه حافظه هي بتروح فين، مين بيقطع على القريبه، مين بيتواجد في ال 18. ادهم 4 لعيبه، اطول لعيب هو اخر لعيب في الاربعه، اطول لعيب هو اخر لعيب في الاربعه، عشان الكره لما تعدي تروح على البعيده يقدر يرجعها تاني، هو ما بيلعبهاش مباشر بيرجعها تاني. فبيديهم حل واثنين وثلاثه، وده بيدي حل كمان للعيب اللي بيعمل الكروس اللي هو احمد سيد زيزو، بيديله حل ان هو يحطها القريبه يا اما يعلقها على نقطه البنالتي يا اما يحطها على البعيده، فده بيديك حلول وبيعمل ارتباك كبير في خط الدفاع. دي تاني نقطه مهمه جدا، الكرات الثابته واحده من نقاط القوه عند فرقه نادي الزمالك. نقطه الزياده انه لما بيغير هو اللعيبه كلها حفظت السيستم، لما بيقع منه لاعب او اثنين او ثلاثه ايقافات او اصابات هو مش بيغير السيستم عشان اللعيب، هو بيحط اللعيب. فهرجع بقى للنقطه الاولانيه اللي قالها كريم بتاعه تمرس فيريرا. فيريرا عنده نوعين من التمرس، التمرس الاولاني السيزون اللي دربه مع الزمالك تمرس في بيئه العمل، بقى عارف كيف يدير نظام العمل داخل نادي الزمالك، دي النقطه الايجابيه الاولى عند فيريرا. المره دي ثابته تماما. ايه؟ والمره دي
اتساب تماما، خد الحريه كامله لانه كان معروف انه الظروف صعبه داخل نادي الزمالك بسبب ايقاف القيد والاداره كانت بتتدخل. المره دي ما حصلش تدخل، المره دي سابوه يعني. النقطه الثانيه انه ايه بقى، انا اسف يا جميل، لانه يعتبر مطلب جماهيري بالنسبه صح؟ لهم بالظبط. نعم. البريفليج او نقطه الميزه بقى عنده بقى الاضافيه على تمرسه في بيئه العمل، انه جاي هو سابق سواريش في انه عدد المباريات اللي خاضها مع نادي الزمالك، معرفته باللعيبه وكواليتي اللعيبه وتمرس داخل الفرقه، ده يديله نقطه ميزه ثانيه خلال السيزون الحالي مع نادي الزمالك. لما نيجي نتكلم على السلبيات بقى نتكلم على حاجات ثانيه. طيب بما ان هنطلع فاصل، لكن الناس عماله تقول لي انا لاعب ريال مدريد، لا لكن دي اهم نقاط القوه بالفعل اللي موجوده في نادي الزمالك. عندهم مدير فني جيد، عندهم كرات ثابته بيعملوها بشكل رائع بشكل سيستماتيك زي ما بيقولوا، عندهم حارس مرمى في افضل حالاته دلوقتي، الله اعلم ايه اللي هيحصل يوم الماتش. خلي بال حضراتكم ويجب ان نحترمه طبعا، ويجب مش حته ان ممكن الناس تكتب لنا هو ريال مدريد هم دول احسن فريق في الدنيا، لا احنا بنلعب ماتش فاينل كاس يا جماعه بالظبط، الدنيا واضحه اهي. نادي الزمالك نادي كبير والفريق دلوقتي حاليا فريق كويس، لا يجب على كل من في منظومه النادي الاهلي كل ماتش في الوقت الحالي بصراحه يجب ان نحترم منافسينا يجب ان نحترم منافسينا ونذاكرهم كويس عشان نشتغل كويس. دي شغلانه، احنا ما بنلعبش بلاي ستيشن، دي شغلانه ويجب. انا بقول يعني اذا حد كتب الكومنت ده، اذا كنت انت فعلا اهلاوي اول حاجه تعملها ان تتواضع قبل المباراه، بعد الماتش يا سيدي لما تكسب وتاخد الكاس في ايدك ابقى اعمل اللي انت عايزه. طيب الاهلي ده حياتنا بيقول اقوال مقصور الزمالك كاس مصر مش قوي ماشي. احمد رجب بيقول ان شاء الله الكاس في الجزيره ولازم الجمهور يدعم الاداره والمدرب ولاعبيه على الحلوه والمره معاه دايما. ممكن برضه اقول حاجه، الكاس مش قوي بالنسبه لنا، لا ده دلوقتي الكاس مهم بالنسبه لنا لان برضه طب هو كان بيقول او يعني الاهلي ده حياتنا بيقولوا ان الزمالك او الزمالكاويه كانوا بيقولوا ان الكاس يعني ده لا هو دلوقتي مهم لانه رقميا انت بالنسبه للزمالك احنا بالنسبه لنا لو بتلعب على اي حاجه اي حاجه مهم. سيد عبد العزيز الزوكي بيقول ازيك كابتن اسلام، بمسح حضرتك الكباتن ان شاء الله الكاس، بقول من خلالك للكابتن معلول لو رايت فيك عيب لا قلت العيب في عيني. تمام. كريم بدر، ماتش الاهلي ماتش الموسم للاهلي تمام، رجال الاهلي في الموعد ان شاء الله، و من بعدها الفوز ان شاء الله ربنا يسهل في الدوري. فالراجل بيقول يا ريت المدير الفني لما يكون في ماتش بطوله يبعد اللاعبين عن الميديا او يعمل معسكر ويسحب منهم التليفونات. خلاص اعتقد الموضوع ده انتهى، اللعيبه نفسها عندها المسؤوليه لهذا الامر. مصطفى ان شاء الله الكاس اهلاويه، يا رب يا علي انصر الاهلي الغالي. صباح الخير يا كابتن، صباح النور، انا عمرو من اسوان، اهلا وسهلا. سؤالي لملوك التحليل، من رايك ايه التشكيل المناسب، وهل 3 4 3 افضل ولا 4 2 3 1 مع الوضع في الاعتبار الحاله الفنيه والاجهاد الواضح على الفريق؟ انت كابتن اسلام تشوف لما بيكون الفرق بين مباريات الاهلي، لسه كان الدكتور احمد قايل هذا الكلام. طيب هنكمل كلامنا وخليني بس اطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن اللي شايف بقى ريال مدريد اللي احنا كنا بنتكلم عنه في الفقره اللي فاتت، هنشوف بقى ايه النقاط السلبيه اللي موجوده في نادي الزمالك بعد هذا الفاصل.